هذا مو معانا طبعا. 60 نوع من الشاي، احسن 60 نوع من القهوه السعودية احسن. السلام عليكم. شاي everything is good. 100 100 I like it. اشوف وجهه when you eat I like it. سلام يا هوا، رجعناكم مقطع جديد وفيديو جديد. شباب، بما أننا دخلنا البرد، اليوم راح أوديكم واحد يبيع لك 60 نوع شاهي. 60 نوع، إيش تقول؟ كذاب يا كذاب. أنا كذاب. طيب لا تنسوا الاشتراك واللايك وشوفوا المقطع من الكذاب. دق عليه قبل لا نوصل بخمس دقائق لانه يلطع. الو، يرحم والدك، من اول احنا برا. انزل والله العظيم احترام يا يلا يا اخي انزل. شفتوا كيف؟ نص ساعه ولسه ما نزل. نزل والله نزل، شغل يخوف. هلا والله ابو جمال. شاهي يا شباب، 60 نوع شاهي. ايش ال 60 نوع شاهي؟ انا خابر بس شاي كرك، شاي عدني، شاي حبق، شاي اخضر، يعني 60 نوع. يا مسلم اوقف مع السره اللي هناك. السره احس انها طويله. السره لوين؟ هذه السره عشان ايش؟ عشان 60 نوع شاهي. هذا الزحمه كلها عشان 60 نوع شاهي. هذا يبي له جيم ده. هذا يبي له جيم. والله انتظرنا واجد حتى الان ما جاء دورنا. بنحسب الحين وش الطلب. يلا. السلام عليكم. ايش الشاي الموجود؟ محمد اعطينا انا واحد شاي عراقي. ها؟ شاي عراقي. واحد شاي عراقي. ها؟ صغير ها؟ سكر شوي، ما في كثر سكر. واحد ايوه. ايش في شاي؟ شاي عراقي، شاي مالكي، شاي ابو جبار. عندك من السندوتشات؟ ان شاء الله في شاورما، لان شاورما تقيف فلافل بطاطا بدي انزر من شكل خلول لبنات جاب بيت منزل بزاري بيت وادو بيت مرسم بوتس جين سمبوتس كذا رجب نبيت من صرفت مرتضي لتبول من طبول من تقاتي بزاري قد قرق جيب من مرتضي لجب من شكل فيها مرقر وبيان طليل. هذا ابو جبل هذا ابو جبل. ابو جمال ابو جبل. ما تبي ابو جبل؟ ثلاثة عراقي. لا انا مو عش. انت عراقي صح؟ انت ترى عراقي يخليك تعطيك موال. ما كثر الندى يا صويحتي مرين. عراقي يعطيك موال. هذا سعيد يحب الشيلات، حطه جمل. يا اخي اسمع، وش الشاي العراقي ثقيل ذا ولا؟ لا لا تطلب عراقي، لا تقلد زيي. عطني شاي حبر. حبك صح انت ابو جمل، اطلق والله ابو جمل. ثلاثة شاي عراقي. يا اخي غير، يرحم امك يا اخي. ايش ذا؟ محمد واحد عراقي، واحد ابو جبل. ايش فيه كمان؟ شاي خادر، شاي راس الحسن، شاي ملكي. واحد عراقي، واحد ابو جبل، واحد ملكي. كله صغير وسكر.
تقطع؟ يلا يلا ولا حجر غرق قاسي بسرعة. يلا حجر ايش حجر؟ ما في امي دخل. يلا 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 حجر ورقة قص قص مقص ادفع انا ادفع والله يدفع لم تزبطوا معنا بطل الكذب والله العظيم يعني اللي يجي عليه مقص يدفع مالكي عراقي عراقي جيب عراقي يا قلبي يا 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 يما يا يما طولتي علي يا يما انا 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 يا قلبي يلا جعفر البطاقة. هذا البطاقة هذا بطاقة ورا المشروب ايوه تعجبني ايوه ورا المشروب طيب يلا اباك تذوق هذا الملكي اباك تذوق كيف وضع الملكي والله ما ادري كيف طيب اشرب اشرب يلا اشرب انت حبيبي حار والله حار جاحر محمد وش تشرب قرديه شو اسمه قرديه ها قرديه يمين الله طيب اطعمه كيف طعمه كيف طعمه لسه ما اقدر اطعمه وحار يا اخي يا اخي الدنيا برد ترى عادي يا وي شوف يغلي تو طالع ذا ذا ما ادري كيف ذا ان شاء الله عليك اخذك ربك ان شاء الله عليك والله حلو ذا حلو ايش تعطيها اي نكهه يعني ايش تحس ما في نكهه ثقيل معتق دون نكهه معتق يا طول العمر معتق سلام بلا معتق اي والله طيب يلا يلا اعطيني اعطيني العراقي ايش فط العراقي بلا شوي عراقي يبا عراقي شنو هذه ابو جمي المذوق سلام اسود لا لا العراق مره اسود يلا دقيقه شوي شوي ابو جمال بعده بالله شبطه بعده موال ها عطى على طول بعده موال هذا حلو خفيف يا اخي والله طيب. مو على شكله والله والله وانت بدون سكر ولا ايش انا بدون سكر اعذب بالسكر انا والله حلو خفيف ذا والله والله طعمه زي كيف يعني ايش الطعم شاي بس خفيف يا اخي احس انه خفيف والله يا اخي خفيف طيب عطنا موال اعطيك امان 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 هذا مو ذقت انت قبل شوي ما شاء الله من خلصه خلصه قلت لك عنده عازل يلا مركب عازل ببرطم انا اقول لك لا مو برطم بني ادم ان شاء الله عليه يلا يلا ابو جمال هذا طول عمر شاي عادي ايش شاي لبتن يعني ولا وش كبوس الطقه لا والله يعني ايش يعني يعني وش اطلق نوع ايش اطلق نوع شوف هذا اللي يحب الملكي ذا ثقيل تحس انه ملكي ثقيل ايه. يعني جيب الراس الملكي ايوه طول عمر وذا العراقي على قوله جو جو مع موال حلو خفيف بس ما ادري هو فيه سكر خفيف صح الثاني وين راح اه شوف هذا شوف هذا قد ايش منه ما شاء الله عليه والثالث ايش فيه الثالث الثالث هذا عادي ايش دي شاي كبوس شاي ابو جبل ذا اه يعني وش احسن شيء ذحين احسن شيء وش تنصح للمتابعين والله شوف العراقي حلو العراقي اي والله يلا شباب خلاص من يوم رايح اطلب العراقي وبكذا خلصنا المقطع مع ابو جمال الذويق اللي من اول مختفي وش يقول للمتابعين يقول لهم يا طول العمر والله ما ادري ايش اقولهم بس اقول سووا لايك وش بعد ولايك واشتراك لايك واشتراك العيون ابو فيصل حبيبي والله حبيبي يلا